بسمة وهبة عن انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، عرفت السبب. كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن معرفتها لسبب انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني بعد مقابلتها له قبل يومين في دبي. وقالت بسمة وهبة في فيديو عبر حسابها على انستجرام: للأسف مضطر أقول لكم عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض. ليه سابوا بعض؟ من نبرنا يا جماعة، أمر ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه، وهي كمان كل حاجة حلوة فيها، جبناهم الأرض بسبب عينينا وحسدنا. تابعت بسمة وهبة إن بعض الإعلاميين استغلون انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني لإشعال الأجواء بينهما. ذاكرة الإعلامي تامر أمين وجهت له رسالة قائلة: تامر يا أمين يا بوتاجاز، مفيش داعي يا تامر، وبعدين لما تعمل كده أطلع أنا أعمل إيه في برنامجي؟ يا جماعة بالراحة على الناس شوية، ولو في 1% إنهم يرجعوا لبعض مش هرجعوا بسبب الكلام والتأويل. شكرا لكم متابعين قناة ترند، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.